بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. فهذه الحلقة الثالثة من حلقات شكر حبيبي، والتي نتعرف فيها على نعم الله سبحانه وتعالى على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والتي ما نلناها إلا بسببه هو صلى الله عليه وآله وسلم. هذه النعم التي أمر الله عز وجل، أمر خلقه في كتابه فقال أظهروها، فقال وأما بنعمة ربك فحدث، أي أذكر نعمي لكم لتظهروا للخلق محبتي لكم. فإن النعم من أمارات ومن علامات المحبة، ليست بلازمة لكنها من علاماتها. من العلامات أن الله عز وجل ينعم على عباده، أي أنه يحبهم. من العلامات أن الله عز وجل إذ أنعم عليهم بنعمة الإيمان فإنه يحبهم. ولذلك إظهار هذه النعم وحكايتها بأن تكون شعارا للمؤمنين أن يظهروا نعم محبوبهم عليهم، ليدللوا بهذه النعم على محبة الله لهم. فهذا من أمور العبادة التي أمر الله بها عباده، وكل مأمور من الله عز وجل لنا فامتثاله عبادة وطاعة. والله قال وأما بنعمة ربك فحدث، أي أظهر هذا الأمر، حدث به الخلق حتى يتعلموا. حتى يتعلموا ماذا؟ حتى يتعلموا الشكر، يتعلموا التواضع. فإن الشكر يعلم الإنسان التواضع، لأنه اعتراف بالحقيقة. إذا إنسان فعل فيك معروف فإنك تشكره. أحيانا الإنسان يتكبر على الشكر، فالله عز وجل يأمرنا بهذه العبادة حتى لا نتكبر، حتى نعترف بالحقائق، نعطي كل ذي حق حقه، نعترف لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه السبب في كل نعمة وصلت إلينا من الله، فنقول له شكرا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يعلمنا الشكر فإنما تعلمه من الله. النبي عليه الصلاة والسلام عندما يمارس عبادة الشكر فإنما يتعلمها من الله. الله شكر عباده سبحانه وتعالى، والنبي تعلم هذا من الله فشكر أيضا الصحابة. الله عز وجل يعلمنا الشكر عندما يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. أي عمل هذا الذي عملناه؟ وأنت الذي قلت يا رب والله خلقكم وما تعملون. فكل شيء هو من خلقك وفعلك وعملك يا رب في الحقيقة، وإنما نسبته إلينا تفضلا. ثم كأنك يا الله عندما ندخل الجنة كأنك تسند هذا الفعل إلينا فتشكرنا عليه، وكان سعيهم مشكورا. الله يشكر عباده على أفعالهم التي هي في الحقيقة أفعال الله. الله يعلمنا الشكر بأن يشكر الإنسان حتى يكون هذا الشكر سلوك لصفات الله، أي تخلق بأخلاق الله. الإنسان عندما يشكر فإنه يكون متخلق باسم الله وصفته الشكور الشاكر. الله شكور وشاكر، وقليل من عبادي الشكور، هكذا وصف الله، أي قليل من يشعر بهذه النعم. أما الذي يتكلم باللسان فهو كثير، لكن الذي يستشعر النعم الإلهية الموجودة في الكون فيرى الله فيها هذا ليس بكثير. قال وقليل من عبادي الشكور. الشكور الذي هو يرى الله في كل شيء فيمتن لله عز وجل على كل شيء رآه، فتكون رؤيته لله متصلة في كل شيء. الشكر عبادة نافعة وعبادة ممتعة وعبادة مسعدة، عبادة تجعل الإنسان في رضا وفي ثقة، في رضا بما هو فيه. تخيل أنك الآن علمت بأن الله عز وجل هو الذي أرسل إليك هذه النعمة وهذه العطية، أنت سعيد، سعيد باهتمام الله بك. طيب أنت في ثقة لأن الله أعطاك ثقة. بماذا؟ هذا الشيء الذي عندك أنت في يقين، لا أنت في ثقة في المستقبل بأن الله الذي بدأك بالعطاء لن يقطع عليك العطاء، وما كان عطاء ربك مجذوذا ولا مقطوعا. فالله عز وجل كما بدأكم تعودون، وكما عودنا يستمر سبحانه وتعالى، فهو لا يقطع عادته معنا سبحانه لأنه وهاب. الله عز وجل عندما يعطينا يعطينا بلا سبب، بمعنى أنه ليس لفعل فعلناه فإنه يعطينا هذه النعم،
وإنما الله عز وجل يعطينا بفضل محبته لنا. أي فإن الإنسان عندما يتذكر هذا المعنى يثق في عطاء الله بأنه لا ينقطع، لأن الإنسان قد يقول بأنك لو لم تشكر الله عز وجل على النعمة فإن الله يقطعها عنك، وأين كنت أنا من شكر النعم عندما بدأني الله بالنعم؟ الله يبدأ الإنسان بالنعم، فمتى شكر الإنسان وربه على النعمة حتى يعطيه النعمة؟ هذا معتقد غير صحيح. الله عز وجل لا ينتظر شكر أحد، الله يريد لنا الخيرية فيقول اشكروا، أي تخلقوا بأخلاقي، وليس معنى اشكروا أنني إن لم تشكروا فأنا لا أعطيكم. الله يعطي الجحود ويعطي الشاكر، يعطي كله سبحانه وتعالى. ولذلك الذي يعتقد بأن الله عز وجل لا يعطي إلا إذا شكرنا ويسيء الظن في الله سبحانه وتعالى، يسيء الظن لأن الله ليس كذلك، ولأنه يجعل الله فعله كأنه رد فعل، فعل الله كأنه مبني على فعل العبد، كأن الله لا يستطيع أن يكرم عباده وأن ينعم عليهم وأن يكون منعما إلا إذا أنعموا عليه العباد بأن شكروه، فصار القاهر مقهورا الله جل الله عن ذلك، وصار العبد المقهور قاهرا، والعبد ليس كذلك. ولذلك العبد هو يستقبل عطايا الله له وأفضال الله له، وهذه أكبر ميزة تجعل الإنسان في ثقة مطمئن لعطاء الله بأنه لا ينقطع ولا ينتهي. كثرة المعاصي وكثرة الذنوب هذه شكر على ماذا؟ كان يستوجب على العبد أن يطيع الله ويشكر الله، لكن الإنسان يستقبل هذه النعم بالمعاصي وبالجحود، ومع ذلك تستمر نعم الله على العبد، لأن الله الشكور ليس حاشاكم وحاشا السامعين مثل تلفون العملة جل الله عن ذلك، إن وضعت فيه قطعة العملة جاءت الحرارة، وإن لم تضع فيه قطعة العملة لم تأتي الحرارة. لا، الله عز وجل أجل من هذا، الله يعطي بلا انقطاع وبلا انتظار رد فعل، وكل منا جرب ذلك. متى كان منا فعل لله عز وجل حتى أوجدنا الله؟ لم يكن لنا فعل صدر ولا سبق. ومتى كان منا فعل لله عز وجل حتى وهبنا الإيمان في قلوبنا؟ لم يكن ذلك شيء، لم يكن من ذلك شيء أبدا. ولذلك الشعور بالنعمة ورؤيتها يجعل الإنسان مطمئن بأن الله عز وجل يوالي عليه النعم ولا يقطعها عنه. الله سبحانه وتعالى عندما يظهر لنا نعمه فيقول لنا اشكروني عليها، أي يريد أن يقول أنا أحبكم، أنا أهتم بكم، انظروا إلى ما حولكم ستروني في كل شيء حولكم، أن تعبد الله كأنك تراه. فإذا رأيت ذلك انطلق لسانك بالشكر بعد أن رأيت المعية الإلهية. ولذلك هذه النعم التي هي أعطاها الله لنا ستكون هي المادة الموصلة للتعرف على الله، والمادة الموصلة لشكر السبب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شكرا يا رسول الله أن عرفتنا بكل هذا، كل هذه المعاني التي ذكرناها لم نكن لنعرفها إلا عن طريق رسول الله. ما علم العلماء الذين نجد تراجمهم في الكتب إلا ثمرة تعليم رسول الله. شكرا يا رسول الله أن أورثت هذه الأمة كل هذه العلوم حتى سهل علينا هؤلاء العلماء هذه العلوم وبسطوها، وكلهم أي العلماء من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، كلهم يأخذ على حسب رزقه وحسب عطيته من رسول الله وبحسب ما يقسمه رسول الله لهم من عطاء الله. ولذلك كل هذا الشكر الذي نشكر به العلماء على ما علمونا فإنما هو في النهاية شكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خصائص لا تنتهي وخصائص تبدأ لكنها ليست لها نهاية، سنتعرف عليها في حلقات ثم حلقات تبين لنا مدى خصوصية هذه الأمة المحمدية بالعطايا الإلهية بسبب النبي الرسول المكرم المعظم عند ربه وعند خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي جعله الله واسطة بينه وبين خلقه ليظهر أكبر نعمه عن طريقه هو لمحبته له. فإن الله لا يجعل الواسطة بينه وبين خلقه إلا لعظيم القدر وعظيم الشرف عند الله سبحانه وتعالى. وصلى الله على الحبيب المحبوب سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.